سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفي الصفا مع الشمس في كل النواحي الفلاحيه ديالنا. الريح غادي يصوت غربي في الريف في المناطق الوسطانيه والشرقيه، اما في النواحي الاخرى الريح غادي يصوت من الجهه الشرقيه والقوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 40% في جل المناطق ما عدا في اللوكوس الغرب وناحيه عبده فاش غادي توصل لما بين 50 و 75%. الحراره وسط النهار غادي تبقى هي هي ولا تطلع بشي درجه ولا جوج في النواحي الجنوبيه بالخصوص. 15 درجه في الاطلس المتوسط، 20 درجه في اللوكوس وتافيلالت، 22 درجه في سايس الريف درعا والمنطقه الشرقيه، 23 درجه في ناحيه عبده، 24 درجه في الغرب وناحيه تادلة، 26 درجه في الشاويه وناحيه الحوز، 27 درجه في دكاله، 28 درجه في السوس وواد الذهب، و30 درجه في الساقيه الحمراء. إذن الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا مع الشمس والريح بقوه معتدله عامه والرطوبه هابطه والجو ناشف في جل المناطق والحراره مازال طالعه شويه وسط النهار بالخصوص في النواحي الجنوبيه وفي هذا الطقس والخصاص من الشتاء اللي فيه مع الاسف زراعه الحبوب غادي يجيو ناقصين شويه ولا ضعاف في النص الجنوبي لبلادنا واللي غادي يعرفوا خصاص كبير من التبن وهذا علاش لازم الاخوان الكسابه يشوروا ما امكن على التبينه اللي عندهم بالخصوص التبن اللي تينعسوا عليه البهايم والكسيبه ديالهم وان شاء الله بالتوفيق والله يرحمنا.